تعالى اقول لكم بقى الاحداث اللي تنبأت بيها في المستقبل شويه، يعني لسه قدام، الله اعلم بقى تحصل ولا لا، ولكن الحقيقه ان كل اللي قالته حصل. سنه 2033 هيحصل انهيار جليدي كبير، والانهيار الجليدي ده هيتسبب في غرق دول كتير جدا، وهتسبب في مشكله عالميه. وطبعا عشان نحل المشكله دي هتمر سنين على بال ما يبداوا تاني ينهضوا بالدول اللي تعرضت للغرق دي، وطبعا الشعوب الكتير اللي هتموت في الحادثه دي. الكلام ده سنه كام؟ 2033. وتنبأت كمان ان سنه 2043 المسلمين هيكونوا تقريبا احتلوا اوروبا، وهتبقى هي القوه العظمى في قاره اوروبا بشكل عام، يعني هيبقى الدين الاسلامي منتشر في قاره اوروبا، وهيبقى فيها سيطره كامله على قاره اوروبا. كمان قالت ان سنه 2046 هيحصل تطور كبير جدا في الطب، وتحديدا في بناء الاعضاء البشريه، يعني الشخص مننا او البني ادم مننا لم يفقد عضو من اعضاء جسمه، بمنتهى البساطه الطب هيقدر يعوضه بعضو صناعي، ولكن هيأدي نفس الأدوار بمنتهى البساطة. كمان قالت إن سنة 2066 الولايات المتحدة الأمريكية هتطور سلاح قوي جدا، هتقدر من خلاله إنها تبني جليد أو حائط جليدي كبير جدا من خلال السلاح ده يعني، وهتضرب بيه روما. والهدف الرئيسي من ضرب روما أو الابتكار بتاع السلاح ده هو محاربة المسلمين اللي هيكونوا سيطروا سيطرة كاملة على قارة أوروبا، وده هيسبب تهديد للولايات المتحدة الأمريكية. خد بقى التقيلة، سنة 2088 هيظهر مرض هيتسبب بشكل رئيسي في ظهور الشيخوخة على البشر بسرعة جدا، يعني مجرد ما الإنسان يجيله المرض ده خلال أيام بسيطة جدا هتظهر عليه كل أعراض الشيخوخة. لكن قالت كمان إن سنة 2097 الطب هيوصل لحل للمرض ده أو علاج للمرض ده، وإن شاء الله يعني مش هيحصل حاجة زي كده. طبعا اتمنى انه ما يحصلش المرض ده خالص. الست عدت بقى كل المراحل وراحت لسنه 2125،